العظيم. كل يوم الاربع كل يوم اربع هنكسبك الصبح ولا هنعمل ايه؟ كل يوم اربع عربية بتجر السوق بتاع حني. انا صراحة معاها بقول لها مش فاهمة الشغل ده، قالت لي ما تعرفش حد وانا هساعدك وانا هساعدك. جيراني جيران واصحابكم تتصرحوا مع بعض؟ اه شقيانين عشان بقول لها بقول لها اني تعبان، قالت لي انا هعينك انا هعينك والله ما تعززيش حد وانا هعينك. اي والله عزل يا حبيبتي ما بكذب عليك. وقلت لها سيبها، بتقول لها انجيلي سيبك الصبح والصبح الاربع. قلت لها سيبها على الله، سيبها على الله يا حبيبتي. وقمت سايباها بقول لها امي تعبانه، قالت لي لا ما تستناش نسوان اخواتك، اطلعي بصي على امك ما انتش ضامنه ايه. ورمد على جسمي، رمد على جسمها جاي من غير والله، رمد على جسمي اللي مزعلنا، رمد على جسمي. يعني شقيانة صورتها قدامي، صورتها قدامي مش قادرة أعمل حاجة ولا ليه أعمل حاجة، صورتها قدام والله، صورتها قدام بمنظري والرمد على جسمها، مش قادرة مش قادرة تقوم تحط مية على جسمي صبح وعصر. يا حبيبة قلبي روقي على نفسك مرة واحدة، أنا كنت زيك كده وكيلت أهو ما عدتش قادرة. أنا اللي بقول لها روقي على نفسك، روقي على نفسك شوية، لأن أنا كنت مقروصة اتقرصت. ما هو اللي مقروص بيوعز اللي قدام. قلت لها بقيت اروح صبح وعصر لما بقى كهل توت، مش قادره اشتغل، مش قادره اعمل اكل ليه. انت بتسعيها عشان تحافظ على صحتها؟ ايوه انا بساعدها بقول لها يعني خفي عن نفسك شويه. قالت لك ايه؟ قالت لي ما انتش عارفه ظروف حد، مش عارفه ظروف. هي بتقول لك انت مش عارفه ظروف. اه ما للاسف عصمه راجل ما كانش بيصرف عليها. ممكن رايحين جايين مع بعض، صورتها اننا قاعده طول الليل ما نمتش، مذهوله. انت اخر واحده شفتيها؟ اخر مره دي بقول لك ندت عليا، ندت راحه فين؟ قلت لها راحه ادفع حق دورق لبن. قالت لي هتجيبي سمك الصبح؟ قلت لها سيبها على الله، سيبها على الله. حبيبتي لسه بتفكر في الطاقه اللي لسه. ايوه والله هي مؤمنه بالله. اي حبيبتي ايه؟ ايوه والله يا مؤمنه بالله، والله بحلف لك بالله، بحلف لك بالله والله حصل يا حبيبه قلبي. لا اعرفك انت منين ولا جايه منين، والمصحف حصل، انا مخنوقه مش قادره اتكلم. لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم مذهولة طول الليل عمالة الف في الصالة على منظري، مفيش حاجة. مش قادرة تتوقع، مش قادرة، مش قادرة، مش ما كانش تستاهل كده، ما تستاهلش، مش ما تستاهلش خالص، والله ما تستاهل. أنا مخنوقة أصلا مش قادرة أنطق. كنت بتسرحوا وتجوا مع بعض؟ بقول لك سرعة معاها لغاية، بقول لها مش قادرة أشتغل تعبان، قالت لي ما تحسسيش حد وأنا هساعدك، أما لقاكي ورا هجري وراك، أجري قدامك وأساعدك. قلت لها صوابع الشكم بادلة، تقول لي لا هساعدك، والمصحف حصل وساعدتني فعلا ومشى الكلام. مذهولة، مذهولة خالص. يعني على الرغم ان هي كانت تعبانه، انا مخنوقه من ازاي طول الليل والله العظيم. لا راحه جايه، راحه جايه ومش قادره اعمل حاجه. يعني انت صاحبتها بمجرد ما كنتوا تروحوا تجوا مع بعض زعلانه علشان مقهوره؟ درس بوجعني، درس بوجعني، بقول لها درس بوجعني، بتقول لي تعالى ما اوديك الصيدليه، انا عارفه الحبوب، وهي اللي خشت جابت لي الحبوب بايدي، والحبوب فعلا ريحتني. كانت جدعه. اه محترمه، كانت اصيله وتمر فيها عيش والمال. محترمه، بيكفي ان انا بقول لها، بتقول لي شكلك عامل كده ليه؟ شكلك. قلت لها درسي مش قادره، قالت لي قومي ده انا مجربه وجع الدرس. قومي. قومي وخدتني وودتني الصيدليه، وهي اللي قالت للصيدله هات لي كذا، وخدت من ايدها حطيت في بوق، ما صبرتش على ما هي اللي جابت لي الميه من قلبي، والله جابت لي الميه من الفنتر، والمصحف جابت لي الميه من الفنتر يا مؤمنه بالله. ده كانت بتسيب ذكرى حلوه. لا انا ما انا مذهوله، انا مذهوله. يا رب ربنا حلوه عشان تدعي لها، وهي حلوه. انا مذهوله، مذهوله ومتحمله وحاطه على راسي، متحمله وحاطه على راسي، متحمله. انا مش قادره، انا مش قادره، مخنوقه مش قادره اتكلم. كانت بتتكلم كاتمه 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 والله. انطقي انطقي يا حبيبتي، انطقي انطقي وقولي، انطقي وقولي يا شيخ حرام عليك، انطقي وقولي، انطقي وقولي يا شيخ. انا بنطق يا بنت تقولي اسكتي يا علوفي. مخنوقه مخنوقه، وربنا اللي عالم والناس ما زعلنا بحد. لو جوزها سمعك اللي هان عليه العيش والملح؟ لا منه لله، منه لله، على العشره، منه لله، عليه مستقبل بناته، منه لله، ومراته اللي كانت شقيانه في الارض. مقهوره مقهوره، ربنا العالم. انت بكيتيني وانا ما اعرفهاش. منه لله والله، بكيتيني وانا ما اعرفهاش. منه مذهوله يا حبيبتي والله. اقول لها يا فاطمه ما تكون مخنوقه، اجري على فاطمه يا فاطمه، فيا كذا يا فاطمه، تقول لي طب بس طولي بالك.
طولي بالك حبيبتي، انت بتفضفضي معاها وهي كاتمه جواها مش عايزه تبوح سر جوزها. ايوه ايوه، وجالها جات لي مره بجرح، بقول لها لا جرح دي مش لوح جاز اترمى عليك، مش لوح ابدا، انت والصيدليه مش راضيه بتاع الوحده مش راضيه تغير لها تحت فم. قلت لهم امال هي معموله وحده ليه لما ترماها في اجي؟ يعني حتى جوزها لما ضربها بالاله الحاده في وركها او في رجليها غيروا لها غيروا لها ما رضتش، وانت اشد انت اقرب الصحاب لها ما رضتش تحكي لك اللي عامل فيها كده. ما سرحت ليش. ما قالت لك ما صرحتنيش، بس انا فهمت. شفتي كانت كتومه ازاي وبتداري على سر جوزها ازاي؟ فهمت والله فهمت، منهم لله اللي اذوها، منهم لله حسبي الله ونعم الوكيل. تقولي لفاطمه دلوقتي اللي هو سامعاك وحاسه بيكي، ربنا يرحمك برحمته ويخفف عنك يا حبيبتي، ربنا يخفف عنك وجزاها باللي هي عملته. ونعم الصحاب وجزيها ونعم الصحاب، لان انا فعلا انا واقفه، انا اول مره اقف الموقف ده علشان مقهوره، مقهوره على فاطمه، مقهورة على فاطمة. ما كناش نتخيل كده، ما كناش نتخيل كده. الناس كلها بقت اقول لك ايه، صغير وكبير ورجاله وحريم يقولوا ازاي موقفيني رايحه عندهم مزورها، يقولوا لي ايه؟ قلت لهم اغلى من الغولب، والله ما شفنا منها حاجه وحش. انا ما اعرفهاش بكيت علشانها من كلامك قد ايه، يعني كانت ست جدعه ومحترمه، بنت لسه عندها 21 سنه، بيتها قدام بيت اهلها كانت كتومه لاشد درجه، ان هي ما تقولش لصاحبتها واكتر اكتر واحده قريبه لها انت. بصرخ في وشها واقول لها انطقي انطقي يا شيخه حرام عليك انطقي، عايزاها تفنطقي، حاسه ان هي كاتمه جواها مكتوم، وتبص لك وبتبص بعينها وخلاص. يا ريتها تنطقي دلوقتي تشكي للي خالقها. ايوه هي راحت للي احسن مني، هي راحت للي احسن مني، هي ما تعزش عليه بس كانت طريقه وحشه قوي. هي راحت للي احسن مني، هي احنا هي راحت في المكان اللي احسن مني، بس ربنا يجازيها كل طيب. صبحت على السوق قلت لهم لا انا خارجه، صباح الخير يا فاطمه. انت قلت ايه فاطمه؟ صباح الخير يا فاطمه، رد عليا يا فاطمه، اللي بتاع مقفول عليها مقفول عليها مقفول عليها، والله قلت لهم تعالوا روحوا صبحوا عليه، وفعلا مشوا كلموا صبحوا عليه، مشوا معايا وصبحوا عليه، مشوا معايا وصبحوا عليا يا فاطمة، صبحوا عليك يا فاطمة، صبحوا عليك والله، منهم لله. بكتنا صديقتها الحقيقة، يعني موقف مؤلم جدا، مأساة. أبشع جريمة حصلت داخل محافظة الدقهلية في الفترة اللي فاتت، قتل مراته عشان علبة سجاير هان عليه العيش والملح، هانت عليه العشرة، كسرهم، كسر صاحبتها وكسرها قدام ولادها وكسر بناته التلاتة اللي الله اعلم هيتربوا ازاي، هيتربوا مع اب قاتل ازاي. ربنا يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته. فاطمه سمير بنت عزبة العراقي، المفروض يجيبوا حقها. انت عاوزين المفروض نجيبوا حقها، نجيبوا حقها، يجيبوا حقها، يجيبوا حقها، عشان تاني مره. ايوه 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 ايوه, أيوة, أيوة, أيوة. انا عاوزه حقها، انا قلت عاوزه بنزين ولح في كل اللي بقى زاهق النار اللي جواه. ايوه ايوه انا اللي شفته مني، ما شفتش منها حاجه وحش، ما شفتش منها